تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصوت الندي الذي صبر وضحى وناله ما ناله في سبيل إسلامه وفي سبيل دينه، بلال ابن رباح، هذا الصحابي الجليل الذي لونه يختلف عن البقية، كان لونه أسودا حتى أنه تعرض لحادثة مشهورة في سيرته وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وعنف من ذكره بلونه، لأن هذا من الجاهلية، هذه العنصرية التي أذابها النبي صلى الله عليه وسلم خلال السيرة النبوية ومواقفه الكريمة. كرم بلال صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف وأخذ بيده في أكثر من موقف. بلال الصحابي الجليل صاحب السيرة العطرة في الحوار الآتي. حديثنا اليوم عن سيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولد لعبدين من الأرقاء في مكة. هذا الصحابي الجليل بإسلامه ناله ما لم ينل غيره من العذاب. كان نصيبه أن سيده من أهل مكة الذين يحمل حقدا في من الذين يحملون الحقد المركب على المسلمين، وبإسلام بلال الذي هو من عبيده ناله الأذى الكثير. جاء سيدنا أبو بكر لعتقه فأخذه من هذا الظالم بمئة دينار، قال والله لو أعطيتني به دينارا لأعطيتك إياه، قال ولو طلبت ألف دينار لأخذته منك. فأعتقه سيدنا أبو بكر بعد أن أخذه من سيده الظالم. لذلك يعني مما يؤثر عن سيدنا عمر أنه إذا رأى بلال قال هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا رضي الله تعالى عنهم جميعا. سيدنا أبو بكر يقال ذهب إليه في الليل وهو ينام مع الحيوانات في زريبة الحيوانات، هذه تحكى عن بداية إسلامه. فقال له يا بلال لقد هذا في يوم واحد يقال أسلم على يديه كبراء القوم منهم أيضا من الذين طاف عليهم سيدنا أبو بكر هو بلال، فأسلم على يديه وأخرجه من رق العبودية إلى حياة العبودية لله عز وجل، إلى من الشرك إلى التوحيد. فرضي الله تعالى عن سيدنا بلال وعن من أعتقه سيدنا أبو بكر رضاء لا سخط بعده. رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان منعزلا شديد الحزن شديد الضيق، فجاء إلى المدينة من بيت المقدس، فترجاه الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يؤذن كما كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالأذان وقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. فضج أهل المدينة وماجوا وهاجوا، فما إن وصل إلى أن قال أشهد أن محمد رسول الله فخر الناس
من البكاء وماجوا من شدة حزنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ترجاه الصحابة رضي الله عنهم أن يكمل الأذان، قال والله لن أؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحوادث التي مر فيها سيدنا بلال أن أبا ذر رضي الله عنه كناه بابن السوداء، فقال فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن هذا نستدل ومن العبر في هذا الحديث أننا يجب أن لا نكن الناس إلا بما يحبون، وأن لا نستهزئ بهم ولا نسخر منهم، لأنه هذا الأمر مناف لآداب وأخلاق الإسلام، وهذا ما علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تكنية سيدنا أبا ذر لسيدنا بلال رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. سيدنا بلال نال ما نال من العذاب، وهناك خصلة يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخها في الصحابة بأنه أسود أسود حبشي، ولكن فضله في مواطن كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم موطنين نصر به سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم، الموطن الأول عندما فتح مكة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على نسميها الدرجات الباب الكعبة، وهذا الباب لا يسع إخواني إلا لصلاة للشخصين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شخص. وأنتم تخيلوا الموقف، يعني جمع من الصحابة في فتح مكة 124,000 صحابي تقريبا مثل ما تقول الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم من يختار في هذا الجمع الكبير؟ فيقول سيدنا أبو بكر، يقول فالتفت يمنة ويسرى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين بلال؟ فصعد بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فسيدنا أبو بكر يقول ما هذه إلا بتلك الصخرات التي وضعت على صدره، مكافأة لها يعني، كانت يعني هذا شلون نقول المكافأة الأولى. يعني المكافأة الثانية بعد ذلك إخواني عندما حان الوقت الأذان، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال أين بلال؟ اصعد يا بلال فأذن لنا. فهذه كأنما منزلة ثانية إخواني. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بلال ما عنده أصول كالأشراف من قريش، ما عنده أصول يعتز بها كالبقية، لونه يختلف، بشرته تختلف، ربما كيانه ومظهره يختلف، ولكن الرسالة الموحى والمقتبسة أن الإسلام إخواني لا يفرق بين أبيض وأسود، كردي، عربي، أعجمي، فارسي، عربي، اليوم كلنا سواء. بينما أشوف الدول الغربية اليوم اللي تتبجح بالإسلام وتضرب الإسلام وعفوا يعني تتباهى بنظرياتهم وبحضارتهم، إخواني حتى المقاعد الدراسية يجلسون الأسود بجهة والأبيض بجهة، هناك مطاعم لا يدخلها الأسود وهناك مطاعم عند السود لا يدخلها الأبيض، بل أصبحت حروب ومعارك. بينما الإسلام إخواني أكبر وأسمى من ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو ذهبت إلى بدايتها لوجدت نوح عليه السلام في قضية التضحية، سيدنا زكريا رضي الله تعالى عنه عليه السلام ذبح كما يذبح أو نشر بالمناشير، ويحيى عليه السلام ذبح كما يذبح الكبش، وتضحيات تأتي تترى متوالية من الأنبياء ثم من أصحاب الأنبياء. ومن هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضائل الصحابة يرويه الإمام أحمد، ما من نبي كان إلا وله من أصحابه وزراء، من هؤلاء الوزراء النجباء الرفقاء كان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكنه يمثل قصة التضحية. لا يخفى على حضراتكم أنه كان عبدا وكان مملوكا لأمية ابن خلف، كان يعذبه في الرمضاء الحارة، يلبسه درع الحديد، يضع على صدره الصخرة العظيمة، ولكنه يتحمل ويعطى إلا للصبيان يصحلونه على هذه الرمال الحارة ويسخرون به أو يسخرون منه. هذا الرجل يختلف عن البقية أنه ربما أبو بكر الصديق منعه قومه، وربما آخر منعه ثراؤه من أن ينال أذى.
أما بالنسبة إلى بلال فقد هانت نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان يمر به ورقة ابن نوفل فينظر إليه قال والله لو قتلتموه لجعلته حنانا، أي أنه مقدس بالنسبة إليه، وتمضي أيام التضحية على أشدها إلى أن يأتي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول أبو قحافة يقول لو اتخذت أناسا أقوياء ينصرونك، قال إنما أعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. مثل ضربه لنا سيدنا بلال في التضحية ربما يقل نظيره حتى بين الصحابة الكرام. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من هذا الموكب الكريم. أقول في النهاية للمقطع الذي أذكره، دين بلا تضحية لا يمكن أن يستقيم. كذلك الجبل اللي خرج من تحت تلك الصخرة، فكان أشم وكان أول من ارتقى البيت الحرام في الإسلام. كيف مات بلال؟ بلال قصة وفاته قصة عجيبة. يوم أن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر أذان لبلال. ارتقى بلال على المسجد النبوي حتى ينادي للصلاة، فوصل إلى أسماعه أن رسول الله قد مات، فقال الله أكبر، يريد أن يثبت للناس أن الرسالة مستمرة. لكن هنا توجد أخوة تتحرك، أخوة تتحرك، عاطفة جياشة، ويوجد واجب رسالي يجب أن يؤدى. هذا الصراع بين شخصين في داخل بلال بدأ يظهر في الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بدأت الرسالة تصل، لكن بدأت العاطفة تظهر. أغمي على بلال. إلى المدينة ويجد الحسن والحسين، وكان سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه أشبه الناس برسول الله، فيأتي إلى الحسن فيأخذه إلى أحضانه يشم به، يقول لله درك أشبه الناس برسول الله، أشبه الناس بحبيبي. فيقولان له يا بلال هل لا أذنت لنا؟ فنظر إليهما فقال حبا وطاعة، لا يخالف حب رسول الله. فيرتقي بلال إلى المسجد النبوي، وهنا موقف آخر. فلما يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقف هنا العبرات وتسبق العبرات وتظهر، فيقول أشهد أن محمد رسول الله، فيغمى عليه، يغمى على بلال ولا يتحمل الأمر. تصور المدينة ما كان موقفها، أناس يقولون بعث رسول الله، بعث رسول الله، بعث، وأناس آخرين يقولون ما لي بلال ويؤذن، يعني منه لا يؤذن بعد. وتبدأ ضجة في المدينة، فتبكي المدينة كيوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيوم مات رسول الله. ثم ينزل أيضا مغمى عليه فلا يستطيع البقاء، فيرجع إلى الشام، فيبقى في الشام، وفي يوم من الأيام لا يستطيع تحمل الفراق فيأخذه المرض،
فيشعر بموته في هذا اليوم ويبدأ يلملم أموره فيعاني من صراعات الموت. هذه الصراعات تراها زوجته فتقول وا حزناه فيقول لها على ما حزناه، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه من المواقف الرائعة جدا لسيدنا بلال، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أسأل الله لنا ولكم. أنا استوقفني في سيرة بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع خلال 23 سنة أن يذيب الفوارق العنصرية والقبلية في المجتمع العربي الإسلامي في صدر الإسلام. الأمريكان صار لهم 200 سنة وإحنا هسه في 2019 يحاولون يعلمون المجتمع الأمريكي والمجتمع الغربي بشكل عام أنه ما يفرقون بين الأبيض والأسود، حتى أنه آخر فيلم أخذ الأوسكار اسمه كتاب أخضر يتكلم عن إذابة العنصرية بين أن واحد أبيض إيطالي يعمل عند واحد عازف بيانو في بداية الستينيات. ففي 2019 أخذ الأوسكار، يمكن مليار دولار انصرفت على الأفلام اللي تدعو إلى إذابة العنصرية وإلى إذابة هذه المسألة بين في المجتمع الغربي، لكن لم ينجحوا لحد الآن. بينما الإسلام بالإيمان، الإيمان فقط، إنما المؤمنون إخوة، استطاع أن يذيب هذه. ويقول مثل ما ذكرت حضراتكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بلال وسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر من أشراف القوم، هذا سيدنا وأعتق سيدنا، وبالتالي جمع ما بين الاثنين خلال 23 سنة، يعني مدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيرته المباركة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. شخصيتنا لهذا اليوم هي شخصية سيدنا بلال. يقول ابن مسعود وهو يروي قصص التعذيب التي تعرض لها المسلمون الضعفاء في مكة، قال: فما منهم من أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت نفسه في الله. هذه الكلمة تعكس موهبة فطرية نسميها التضحية، أنه يملك الحس الروحي العالي لأن يكون مضحيا بكل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. يشابه في هذا المعنى سيرة سيدنا صهيب أو سيرة سيدنا طلحة. سيدنا بلال مثال لمن تشربت معاني الإيمان بدمه ولحمه وعظمه حتى هانت نفسه لله، فضحى بما يملك، ضحى بروحه لكي ينصر هذه الكلمة. هذه الموهبة الأولى، موهبة التضحية. الموهبة الثانية هي موهبة الصوت الحسن، ولذلك لما نزلت أو أقر الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا الصحابة في أن يكون الأذان هو شعار الصلاة، أمر بلال أن يكون هو المؤذن وقال: هو أندى صوتا. عندما نستثمر الفرصة في مكانها نحن نرفع من تقدير الذات وننمي في هذه الشخصية شعور الاعتزاز بالنفس، وهذا بالضبط ما حصل مع شخصية سيدنا أبي محذورة المؤذن الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان أول أذانه وهو كافر يؤذن مستهزئا، لكن لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعجب بصوته علمه الأذان، فوجد هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعزز أصحاب المواهب، فأسلم وأصبح مؤذن مكة في ذلك الحين. السلام عليكم. مؤلفات رسائل النور. رسائل النور هي مؤلفات للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، وهذه المؤلفات تتشكل من 14 كتاب و 130 رسالة، وهذه الرسائل النور هي أصلاً تفسير معنوي للقرآن الكريم، وتحتوي على مواضيع إسلامية كثيرة، لذلك يمكن نعتبرها أنها موسوعة إسلامية. وهذه المؤلفات
رسائل النور تم تأليفها في السجون وفي المنفى، لأن الإمام بديع الزمان سعيد النورسي عاش أكثر من 30 سنة من عمره في السجون والمنفى، لأنه كان يخدم إيمان الناس وكان ينشر الدعوة، ولذلك نرى صدق في هذه الرسائل. وهذه الرسائل كانت تخاطب لهذا العصر، ولذلك جاء بعرض وبأسلوب مناسب لعصره ولما يليه. وهنا يمكن نسأل، ما هي أهداف رسائل النور؟ نستطيع أن نقول أهداف رسائل النور هي 3. الهدف الأول والأساسي والرئيسي هو ترسيخ الإيمان في القلوب، تقوية الإيمان، وكل المؤلفات وكل المحاضرات في هذه الكتب تتركز في الإيمانيات، لأن عندما يتقوى الإيمان يتقوى الفرد في العبادات، في الالتزام، في كل التفاصيل الدينية. لذلك الهدف الأساسي في رسائل النور هو تقوية الإيمان وترسيخ الإيمان في القلوب. والهدف الثاني هو إحياء السنة السنية والشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام في حياة الاجتماعية. وهذا كيف يتم؟ يتم بالهدف الأول. عندما نحقق ونقوي الإيمان سيبدأ الأفراد أن يبحثوا وسيلة لأن يعيشوا ويطبقوا الإسلام في حياتهم الاجتماعية. والهدف الثالث وهو الهدف الكبير والبعيد، وهو الاتحاد الإسلامي، ونراه قريب إن شاء الله، وهو الاتحاد الإسلامي والخلافة الإسلامية بإذن الله تعالى. هذه الأهداف الثلاثة رسائل النور تريد أن تصل إليها، لكن كما قلنا هذه الأهداف الثلاثة تتمركز في الهدف الأول وهو تقوية الإيمان وترسيخ في الإيمان، لأن الإيمان أساس كل شيء، لأن في هذا العصر مشكلتنا في الإيمان. نرى المسلمين وهم علماء، ونرى الإخوان يصلون ويصومون الحمد لله، لكن هناك مسلمون رغم أنهم يعرفون كل شيء لكن تراهم لا يصلون لا يصومون، يبتعدون من الإسلام. والسبب الأساسي في هذا في رأي الإمام النورسي هو ضعف الإيمان. إنما نقوي إيمانه تتحلل المشاكل الأخلاقية ومشاكل التفاصيل الأخرى. ولذلك رسائل النور تهدف إلى هذا، وتريد أن تقوي وترسخ الإيمان في القلوب، وبهذا إن شاء الله سيقيم السنة السنية في الحياة الاجتماعية، سنة نبوية على صاحب الصلاة والسلام. وبعده نستطيع أن نتحد نحن كمسلمين، ونستطيع أن نؤسس اتحاد الإسلامي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي إخواني أخواتي، نقف اليوم مع كتاب الله عز وجل ومع آية من آيات الله عز وجل. القرآن معجز أيها الكرام، أحبتي معجز، ونزل على قوم يتكلم بلغتهم فأعجزهم. هذا الإعجاز سببه تلك المفردة القرآنية التي تكون نظم الآيات القرآنية. هذه المفردة لها قوتها، لها صوتها، لها
تعلق بما قبلها لها إعجازها، فهي كالحبة في حبات كالدرة بين حبات العقد. من هذه المفردات قوله تعالى الحوايا في جاء ضمن الآية التي تقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. رب العالمين حرم على بني إسرائيل على وجه البلاء والعقوبة، وعلى الذين هادوا حرمنا، فهذا التحريم على وجه البلاء والعقوبة كل ذي ظفر، والظفر أيها الكرام هو الحافر الذي يشبه الإبل والنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فلم تحرم لحوم البقر والغنم إلا شحومهما أو ما حملت ظهورهما أو الحوايا. وهذه الكلمة المعجزة للعرب الذي جاء بلغتهم هي تلك الأمعاء التي تكون مستديرة، فهي حوية جمعها حوايا، مثل القضية جمعها قضايا. ثم يقول تعالى مسترسلا أو ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أيها الإخوة أيها الكرام، هذه العقوبة وهذا التجديد سببه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بنو إسرائيل يقول رب العالمين في موضع آخر فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فرب العالمين لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس وتجاوزهم على حقوق عباد الله شدد الله عز وجل عليهم. فالآية في تكوينها وفي إشارتها أن المسلم لا ينبغي له أن يتعجل في حق، لأن الذي يتعجل فيما ليس له يحرم منه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فجل الله عز وجل في علاه، وتعالى ربنا وجل في كلامه المعجز والذي أعجز فيه بلغاء العرب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول. اللهم يا رب اهدنا سبل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف الآن عند القاعدة السابعة في منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في اكتشاف المواهب وتوظيفها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة من المهام التي لا تناسبهم ويبين لهم نقاط الضعف. قبل قليل قلنا يبين لهم نقاط القوة ويقول لهم تخصصهم المناسب. طيب ممكن صحابي يعني يروح على مجال لا يناسبه؟ هل ممكن يقع هذا الشيء من قبل الصحابة؟ نعم، تحذيره لأبي ذر. جميل جدا. مسألة الإمارة سيدنا أبو ذر قال فيك ضعف، شاهد مهم جدا، وهذا هو الشاهد الأساسي الذي سنعتمد عليه ونبينه. جاء سيدنا أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ولني، فقال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. خلي نقارن هذا الحديث بنصين آخرين. النص الأول أخذناه قبل قليل لما قلنا في الحديث ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق ولا أوفى لهجة من أبي ذر. إذا كان الأصدق بين الصحابة أخطأ في اختيار مكانه الذي ينصر به الدين، فاحتمالية وقوعنا في هذا الخطأ وارد جدا، وأننا ممكن ندخل بصدق، يعني لسنا يعني لا ندخل بصدق ونريد أن نعمل، لكننا قد نخطئ فنكون في مكان لا يناسبنا. فإذا كان الأصدق
قد وقع في هذا الخطأ فالأمر يمكن أن يقع من كل إنسان، وهذه الدلالة مهمة جدا. الوقفة الثانية أنه سيدنا أبو ذر ليس ضعيف الشخصية كما يقول البعض، سيدنا أبو ذر استطاع أن يأتي بغفار وأسلم قطاع طرق أن يأتي به مسلمين، هذا ضعيف؟ تمام؟ لذلك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بعد إسلامه استطاع خلال سنين أن يحول قساة القلوب قطاع الطرق إلى مسلمين، هذا قيادي روحي، قائد روحي ملهم استطاع أن يلهمهم فينقلهم هذه النقلة، هذه ليس ضعف. الضعف هنا في إيش؟ لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، الإدارة والمحاسبة لا تناسبك. وين المشكلة؟ يمكن تتربع لما تناسب الإدارة والمحاسبة، وإدارة وتولي مدينة هي إدارة تفاصيل المدينة وإدارة الأموال والخراج وغيرها من هذه المدينة بالضبط لا أكثر. وبالتالي إعادة النظر لهذه المسألة مهمة جدا لفهم هذه المسألة. تكملة الحديث في رواية أخرى يقول قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبيه الخلف ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. أخذها بحقها شرط يسمى قيد أو شرط نستطيع من خلاله أن نحدد هذا المكان مناسب أو لا، أن نأخذه بحقه وأدى الذي عليه فيه. هذه هي قاعدتنا السابعة. القاعدة الثامنة في منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في اكتشاف المواهب وتوظيفها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل الصحابة على نقاط قوتهم والتي قد يكونوا لا يعرفونها بل قد ينكرونها. أن تقول لشخص فيك هاي الميزة يقول لا أنا أشعر ما عندي، لا، في منهجية النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم المربي الذي يساعد الصحابة على اكتشاف المواهب كان يصل لهذه المرحلة في تعامله مع الصحابة. شوف هذا الدليل سوية. سيدنا علي في الحديث الذي رواه الترمذي ماذا قال عنه النبي؟ وأقضاكم علي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شخص فيه قدرته على حل المشاكل وعلى تحليل الأمور لإيجاد حلها، ولذلك شواهده في قضائه في اليمن مجموعة من القصص الرائعة جدا تصلح كفوازير للسمر والنقاش فيها لإيجاد حلول لمشاكل مستعصية. لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد إرساله لليمن ماذا حصل؟ يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أي قاضيا، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب لا علم لي بالقضاء، شوف لا علم لي بالقضاء، حط مقابلها وأقضاكم علي، يعني كيف تديني قاضي وأنا ما أعرف بالقضاء؟ وهذه الزاوية حلها النبي له، معناها هو لا يثق إذا صح التعبير بقدرته على أداء المهمة لأنه لم يجرب ولم يفعل هذه الموهبة في حل قضايا الناس. فكيف عالج النبي هذه المسألة؟ من خلال أمرين. أولا قال فضرب يده صدري، بينما أبو ذر وين؟ لما نهى ضرب على الكتف. ودعا لي، دعا لي معناه تحفيز وتشجيع، قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه ولقنه الصواب وثبته بالقول الثابت، عملية تحفيز وتشجيع على المهمة. لكن هذا الأمر غير كافي، لذلك تكملة الحديث ثم قال يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر، يا علي لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، ولا تقبل هدية مخاصم ولا تضيفه دون خصمه، فإن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل دورة تدريبية في مهارات القضاء وشروطه وضوابطه حتى ينطلق. فيقول سيدنا علي في نهاية الحديث قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء قط. قارن هذه النهاية بأولها أتبعثني إلى أسن مني وأنا حديث لا أبصر القضاء، رغم أن عمره في ذلك الحدث كان 27 سنة، أي ليس صغيرا، لكن إرساله لليمن كان في هذا العمر، رغم ذلك الانتقال النوعية بين
عدم الاكتشاف وعدم الثقة إلى مستوى التحفيز والتشجيع والدعاء، إلى مستوى إعطاء التعليمات والتدريب لأداء المهمة، إلى مستوى فلم أشك في قضاء بعد. تمام. ممكن الاستنباط من الحديث النبوي الشريف، لأن سيدنا علي هو تربى في بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. يعني كذلك نستنبط من الحديث أن الأب حقيقة هو الذي يتمكن من التميز لابنه، قد ولكن الابن قد يعني يقول لك ما أقدر أبوي كذا، بس يعني ينطي ودلي جميل جدا. بس هو المسألة أعم من هذا. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعرف على مواهب الصحابة الآخرين، وضربنا أشجع عبد القيس وجاء يوم واحد في نفس اليوم اللي إجا تأخر في ربط الخيل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الخبر. يعني النبي استطاع أن يلتقط بالضبط صفاته من خلال لقطة واحدة. تمام. فالمسألة يعني أبسط من هذا. دكتور، نستطيع أن نقول أن هذا يعني وحي، يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصفاتهم؟ تمام. هل هذا هو وحي أم هي صفات بشرية؟ لا نستطيع الدخول في هاي الأمر بقدر ما نقول نحن مأمورين باتباع النبي عليه السلام، لكن الشواهد اللي كانت في علوم العرب من الفراسة وشهد بها وتعلمها سيدنا الشافعي ودرسها سنتين واستطاع أن يكون صاحب فراسة صادقة. الفراسة علم في اكتشاف الآخرين من خلال ملاحظات، ولا تعرف أنهم في لحن القول. تمام. من خلال السيماء ولحن القول تستطيع أن تشخص الآخرين، وبالتالي هي الدلالة واضحة جدا أنه من خلال شواهد الأمور تستطيع أن تحدد قابليات الإنسان. الحاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر بالصلاة بالناس، أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. جميل. فيه إشارة لقيادة الأمة. جميل. مع أنه سيد عاش اعترضت. جميل جدا. وتقدم شخص آخر وقال فليقطع الصلاة. بالضبط. يا أمكم أبا لدلالة بكر. مهمة، وهذه دلالة مهمة جدا قد نأتي عليها. رائع جدا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الضرب على المنكب أو تشبيك الأصابع أو ضرب على صدره ايضا يعني فيها دور في تخصيص الموهبه. اكيد هو عمليه الملامسه، يعني عمليه تاكيد على الامر، يعني فضمني جبريل، يعني ايضا هذه التاكيد على المعلومه. العفو. موقف اخر ايضا شبيه بموقف سيدنا علي رضي الله عنه لمعاذ بن جبل، ايضا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقال له يعني بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال ببسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. جميل جدا. إذن يعطيه توجيهات ومعلومات حتى يؤهل لهذه المهمة. شيخ الحبيب، بالنسبة إلى أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنه وأرضاه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا وافدة النساء إليك، أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات والجهاد والجنائس، فما لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وهي تسمع، أسمعتم مقالة أحسن من هذه المقالة؟ ولم يقل بأن صوت المرأة عورة على كما نقول مثلا، نحن ميز ما لديها مباشرة ونقل هذه المعلومة للمسلمين أنه صاحبة حجة وصاحبة مقالة وصاحبة حديث. ارجعي فأخبري من وراءك من النساء فقولي إن حسن تبعلي إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعني نياله ناحل. سبحان الله. هناك يومين من أيامي المثالية، وهو يوم الاثنين ويوم الخميس على الأغلب. يوم الاثنين لأن هناك فيه الدروس العلمية التي أعطيها سواء في المسجد أو في غيره على حسب الأماكن أو على حسب الأوقات. هذه الأيام هي أيام أحسبها من أيام الله في أيامي، لأنني فيها أكون متفرغاً أو متفرغ لكل ما من حياتي اليومية، ولا أستطيع أن أغيرها طبعاً. يوم الخميس أيضاً في النهار هو طبعاً يوم علمي بحت، حاله حال يوم الاثنين، لأني أيضاً أكون متفرغ للأيام العلمية أو الدروس العلمية في المسجد والدورات القرآنية في الصيف والدورات الدائمية في أيضاً في الأيام التي يكون فيها الدوام ماشي. يوم الخميس مساءً هو يوم مميز جداً جداً جداً، يكون هناك جلسة للعلماء ونكون جالسون سواء للفتية أو لغيره من حل مشاكل الناس
وحل همومهم، وأيضا هناك جلسة كانت سابقة لبعض المشايخ وبعض الدعاة كأمثال الشيخ عبد الملك السعدي أو الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله، نلتقي ونجلس ونتحاور ونتشاكى في هموم الأمة وفي مصيبتها، ويتكون هناك يعني على الأقل رؤية، تكون هناك على الأقل فكرة، تكون على الأقل تسلية أو إزاحة ما في قلوبنا من هموم لمشايخنا وقادتنا. هذه الأيام هي أيام أحتسبها عند الله عز وجل، لأن فيها من البركة الكثير، وفيها من الخير العميم، وفيها من الإخلاص الأكبر، لأننا نجد أنفسنا في هذه الحلقات، نجد أنفسنا في هذه الدورات، ونجد أنفسنا أننا نقدم على الأقل الشيء القليل القليل لما أوكلنا الله إليه من الدعوة والعلم. ولا أحسب نفسي من أهل العلم، ولكن طالبا من طلابهم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في هذه الأيام، لأنها هي الأيام المختارة في حياتي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله. القلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج، فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى